متتابعي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في لايف جديد معنا من مآسي أزمة كورونا واللي مازال كيعاني هما الموسيقيين، الناس اللي كانوا كينشطونا في الأفراح ديالنا في المناسبات، الناس اللي كنا إلا مشينا بحال شي ريستو اللوطيلات كنبقاهم الناس اللي كيصنعوا لينا الفرحة والفرجة، هما اليوم كيعانيوا يعني مني بدات أزمة كورونا، يعني توقف القطاع ديال المطاعم، السياحة، الأوتيلات، الأعراس، يعني جميع يعني أي منفذ ديال أنهم يشتغلوا تسدوا البيبان في وجههم. اليوم كيعانيوا المعاناة اللي ما قدروش مازال يصبروا معها. معنا أحد الموسيقيين، السلام عليكم خويا، عاودينا على المعاناة ديال اللي بغيت تتكلم. نشكر قناة شوف تي في على الالتفات المحسوبة للموسيقيين والفنانة أون جينيرال. معكم الفنان ميلودي عبدو، موسيقي عندي جوغ ديالي، كنخدم في مطاعم في ملايين ديال صافي بلوس كو في موان دابا، وحنا جالسين من الأخر ديال فيفري والأوائل ديال مارس وحنا جالسين. هذه ديغني 4 موا سورتو من شهر 7 8 9 10، هذا هو الوقت فين الفنان ديال الأعراس والحفلات، هذا هو الوقت فين كيستنزق فيه هو باش كيعيش. دونك كنشوفو حنا بأنه هاد الميدان هذا دابا بدا كيريب، هادشي اللي ما قلناش راه بدا كيريب. يعني صبرتوا شهر 3 4 5 كتقول اصلا الخدمه راه قليله في داك الشهر. فوالا ايفيكتيفمون ديك الوقيته البرد، وكنقولوا حنا بلغتنا كتكون بارده. اييه داك الوقت بارد، واول قطاع توقف هو قطاع الحفلات، لان اول قرار خرج هو غادي يوقفوا الانشطه ديال الحفلات والانشطه الرياضيه واي بلاصه اللي يكونوا فيها التجمعات. هذا هو اول قطاع فكروا باش يوقفوا، وتاكلنا المطلب ديال الحكومه وتوقفنا. حتى شي اعتراض، ما عمر شي فنان ولا موسيقي ما خرج قال انه راه الموسيقي متضرر، هذا لان الموسيقي كتبقى عنده هذيك لافالور ديالو اللي كيشوفوه بها الناس في الوسائل. ولدابا كنديروا بزاف عده مطالب، وكنبغي نوجه الشكر ديالي لمجموعه من الفنانين هما الاستاذ عزيز ابو قدير، فيصل بن حدو، نعمل زياد، هذو الناس اللي اسسوا اتحاد المغربي للموسيقيين اللي حنا دابا كنجيو باش نرجعوا الكرامه ديال الفنان، لان يعني الفنان ما استفاد من حتى شي حاجه. يعني هاد ازمه كورونا خلاتكم انكم تفكروا ديروا ناسسوا اتحاد ديال الموسيقيين، ماشي نقابه، ماشي شي حاجه اللي غادي ترجع، لان هي دابا مجانيه والانخراط مجاني، ما كاين حتى شي حاجه اللي ما كاينش حتى صندوق مال، ما كاين والو. الاتحاد المكريي عنده التيتوس ديالو، عنده المسائل ديالو القانونيه. غير ديغنييغمون كنا كنبغيو، كنا عرفنا بانه في فاس كاينين شي موسيقيين غادي يديروا وقفه احتجاجيه، فالاتحاد ديالنا حنا ديال الجهه الضار البيضاء الصاج قال لك لا، حنا ما غنديروا لا وقفه لا والو، لانه حنا ماشي اهل ديال الوقفه. الوقفه الاحتجاجيه كيديروها النقابات، اللي حتى من النقابات الموسيقيه باقيين ما تحركوش، ما دواوش على الموسيقي، باقي كلشي ساكت. وهذه هي الفتره فين كاين اللي عنده وليدات، كاين اللي عنده والديه، كاين اللي عنده كاينين فنانين انا كنعرفهم كيخدموا وعندهم امراض مزمنه اللي كيداووا بفلوس صحيحه. هاد الوقت هاد الناس جالسين باش غيخلصوا الكرا، باش غيخلصوا الموضوع، باش غيعيشوا هما، ما فهمتش. بغينا حنا ما حنا ما طالبين والو، ما طالبين لا مساعده ماليه، لا حنا عندنا رساله وحده، هو انت غنبداو نخدموا. هذا هي الرساله اللي عندنا، عطاونا غير وقت، عطاونا غير تعب. ولا يعطيوكم طريقه ديال الاشتغال كيف ما بعده القطاعات. قاعات هز 50% ديال الناس هذاك التباعد الاجتماعي، راه كاين دابا كنشوفوا الترامواي فيه الزحام، الطوبيس فيه الزحام، الطاكسيات فيهم الزحام، علاش جيتو حتى للقهاوي راه محلولين، ماشي لاصق فشي. راه داك الشيء اللي كيوقع في القهاوي وفي لي بار وفي لي ريستورون وفي الترامواي في الطوبيس راه كيوقع النص ديالو واقيلا في القاعات. مازال في القاعات الا تمنع الشطيح، تمنع هاد الشيء هذا راه حتى الشطيح راه قاعد نشوف ما نصفوش الشطيح، لانه حتى الشطيح حنا غادي نقولوها بالنص، راه الناس ما كينوضوش يشطحوا معاك، راه كتكون هذاك التباعد الاجتماعي كيكون راك شاد ليا في يدي وشاد في يديك ومن بعيد. دونك علاش هذا القطاع هذا تقصر؟ حنا هذا هو السؤال ديالنا، بغينا عندنا جوج مطالب، هو علاش القطاع ديال الموسيقى وديال الحفلات والاعراس تقصر، وامتى غادي نبداو نخدمو؟ لانه كما كيقولوا راه الجنوب صلى ديال بصح، لانه صافي تهلكنا. راه كاين كنعرف انا ناس بداو كيبيعوا الماتريال ديالهم، الموسيقيين باعوا الماتريال ديالهم، الصونو ديالو، كاين الاله تيباع الاله ديالو، بزاف الناس يلاه هو البارح باكور عندنا حنا في الدرب على الماتريال ديالو، اي والله ما غادي يخدم هذا السيد، باش غادي يخدم؟ شنو الحاجه اللي خلاتو يبيع هذيك الاله ديالو؟ يعني صعيب حتى يرجع.
فوالا، يعني حتى ملي غترجع للخدمه غادي يبغي غير يمشي يكري باتري باش يخدم، راه صحيح خاصك تخلص وتحط لاكارت عاد تاخذ الباتري هو باش غيخلص. دونك حنا الرساله ديالنا واضحه وما فيهاش زعما شي صعوبه، راه ما قلناش لكم عوضونا على هذا المشروع ولا نحسبوا واحد 7 شهور حتى داك الشهيه ديالهم دابا ما كنخدموش، نحسبوا ما قلناش لكم عوضونا على داك 7 شهور ديالنا، بغينا نعرفوا غير امتى غنخدموا باش نقادوا نرتبوا الامور ديالنا. راه حتى حنا عندنا دي شارج، دابا الموسيقي راه كيخرج ما كيدخلش، يعني الحاجه ملي كتخرج ما كتعاودش ترجع. باغ كونخ في الاول كنتي كتبقى تصرف سيمانه كتقول ايه نهار السبت راه غنضرب غير صرا صافي غادي نديرو، كنتو كتقول راه عمرها ما غادي توقف بحال هكا، ما عمر حتى واحد ما كان كيفكر، ماشي غير على شوف دو علينا وجه علينا كما كنقول بزاف القطاعات فوالا كاع لي دومين كانوا كيفكروا في علاقه، حتى واحد ما قال راه غادي حتى واحد. مي هادي رباش فينا بزاف ديال الحوايج، عرفاتنا شنو خصنا نوجدو شنو خصنا نديرو، كنطلبو من الله يرفع حنا الوباء ونعاودو نلتقيو عاوتاني بالناس اللي كنتجمعو معاهم وكنفرحو معاهم وكنشطو معاهم، لان الموسيقى راه ما كاينش شي خدمه اللي هي خارقه للعالم، الخدمه ديالنا ساهله وبسيطه لاننا كنجيو كنفرحو الناس كنشطو واحد الحفله واحد العروسه كتمشي فرحانه وراسها جا خدم ليها واحد الجو بحالنا بحال كاع الناس اللي كيكونوا في العزف، راه ماشي غير الموسيقي اللي تضرر في قطع الحفلات، راه لي تريت لي سيرفور لي تكنيسيان دو سون لي تكنيسيان دو لوميير لي كاميرامان حتى طيابات اللي كيطيبوا كلهم عزام بحال مراكشيه، حتى من لي فون دو ميناج ديال القاعات اللي بناو حياتهم في شي قاعات راهم دابا خرجوا ما لقاو فين يخدموا، وسيرتو هذوك العيالات الكبار اللي فاتوا ديك لاج لا روتخيت، كاين اللي ضرب 40 50 عام في القاعه دابا انا خرجت راه كتبقى غير انت عادي، انا واحد من الناس اللي ضرب اللي كنقول هذا البلد ما قعدنا فيه مسكتوش. دونك حنا المطلب ديالنا واضح امتى غادي نخدموا، لانه اي موسيقي غتهضر معاه ما غايقولش لك خويا حنا بغينا تعويض ولا بغينا نديروا لنا، بغينا غير امتى نخدموا، يطلقوا لنا غير امتى نخدموا، هادشي اللي بغينا نعرفوا. رساله واضحه خويا، كما كما شاهدتوا كما عاودينا الصديق ديالنا انه ما طالبينش تعويضات ما طالبين حتى شي حاجه، طالبين اوموا غير امتى يخدموا او لا يديروا لهم شي طريقه كيفاش يخدموا بحالهم بحال بزاف القطاعات اللي استأنفوا العمل، واخا استأنفوه بطريقه ولكن كوميم راه شويه كيدخلوا شويه الرزق، ماشي بحال لا واقف بصفه نهائيه، يعني درهم واحد ما كيدخلش للجيب. كنتمنى ويرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله وترجع الامور احسن وافضل ان شاء الله، ونتلاقاو عاوتاني مع الناس نعاودو نفرحوهم ونشطوهم كيف ما كنا ديما، لا الناس اللي كيعرفونا في الميدان ديال ان شاء الله يا رب، الناس اللي في الميدان ديال المطاعم ان شاء الله يا ربي، نتمنى الرساله كتوصل للمسؤولين يشوفوا هذا الموضوع، الناس راه كتعاني معاناه حقيقيه حقيقيه. الى هنا كيسالي اللايف ديالنا، الى اللقاء.